طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ المحاضرة الخامسة في كورس مادة الهيت ترانسفير لليفل 200 ميكاترونكس كلية هندسة جامعة المنصورة. هبدأ بسرعة كده بس بجزء عبارة عن مراجعة عن المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت وتلخيص لبداية الشابتر ده، بحيث إن إحنا نكمل الشابتر بطريقة سلسة وما يحصلش فيه أي مشكلة. المرة اللي فاتت اتفقت معاكم وقلت لكم ايه؟ قلت لكم بدل ما نقعد نحل كل مرة المسألة ونقول ان لو عندي جدار اقول كمية الحرارة اللي اتفقت خلال الجدار ده بالكوندكشن هي كيف الاريا في الدلتا تي على السكنس، انا ممكن اشيل الجدار ده واحط مكانه حاجة اسمها مقاومة حرارية. هذه المقاومة الحرارية حسبناها المرة اللي فاتت في حالة البلان وول، يعني الحالة دي احنا حسبناها المرة اللي فاتت وكان في جنان، ماشي كده؟ واتفقنا وقلنا ان عندنا اي جدار بيحصل نتيجه وجود فرق في درجه الحراره بين احد الاول، يعني درجه الحراره هنا مختلفه عن درجه الحراره هنا، ده معناه ان هناك ثيرمال ريزيستنس لهذا الجدار، لان لو ما كانش فيه ثيرمال ريزيستنس كان درجه الحرارتين دول بقوا زي بعض، بس كده زيها بالظبط زي الايه الكهربيه اللي انتوا كنتوا بتدرسوها. وكنا بنقول ايه؟ ان الجهد عند النقطه دي بيختلف عن الجهد عند النقطه دي نتيجه وجود هذه المقاومه الكهربائيه. خلاص، نفس المبدا بالظبط، فاحنا بدانا ايه نحكيه بنفس الطريقه وقلنا الجهد بالنسبه لنا في الكهربيه بيكافئ درجه حراره، يعني التمبريتشر دي هي التمبريتشر بالنسبه لنا على احد الاوجه، دي هي التمبريتشر تي واحد، هي تناظر الجهد عند النقطه اللي اسمها في واحد، والتمبريتشر في الجانب الثاني اسمها تي 2 هي التمبريتشر على المقاومه دي برضو تكافئ في 2 في حاله الالكتريستي. وكنا بنقول نتيجه وجود فرق جهد فان هناك يمر مين؟ طيب يمر تيار كهرباء، فان هناك مقاومه اسمها الكتريكال ريزيستنس. وكنا بنقول ان فرق الجهد ده ان المقاومه دي هي عباره عن فرق الجهد ده على التيار، مش كده؟ او التيار ده اسف هو عباره عن فرق الجهد على المقاومه. كده التيار اللي مر في الدايره، التيار الكهربي المار في الدايره اللي كان رمزه اي، هو عباره عن فرق الجهد على المقاومه. بنفس الشبه بالظبط عندنا كميه الحراره اللي هي التيار تعادل التيار، كميه الحراره دي زي التيار بالظبط كده، خلاص هي فرق الجهد اللي هي فرق درجه الحراره على المقاومه. واستنتجنا منها ان المقاومه في حاله الكوندكشن في البلان وول بهذه الصوره. خلاص، يبقى اتفقنا وقلنا ان هناك مقاومه ثيرمال ريزيستنس، هذه الثيرمال ريزيستنس تكافئ ال على الكي في الايه؟ ال دي اللي هي السكنس بتاع الجدار ده، اللي هو السكنس ده اللي هو ال، والكي اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع هذا الجدار، والايه هي المساحه السطحيه اللي بتنقل الحراره للجدار ده. دي لما يكون عندي بلان وول وكل كوندكشن سوليد ماتيريال، خلاص؟ وقلنا برضو لما يكون في هناك كونفكشن، يعني هذا الجدار اهو اللي هو السمك بتاعه ال اهو، ده الجدار اللي انا كنت راسمه في المساله الجزء اللي قبل كده اللي هو ده ال، واللي كان ليه ثيرمال كوندكتيفيتي، نتيجه وجود كونفكشن في الحته دي برضه درجه حراره السطح بتاع الجدار ده لا تساوي درجه حراره الهواء البعيد، هناك فرق، ونتيجه وجود هذا الفرق فان برضه هناك مقاومه. هذه المقاومه في حاله الكونفكشن استنتجناها وكانت هي عباره عن ار كونفكشن واحد على الاتش في الاي. القانون ده يا شباب استنتاجه مش علينا ولا حاجه، بس القصه كلها انا كان يهمني انك تبقى عارف هو جه منين، وحفظناهم وعرفناهم ان هم دولت مهمين جدا في المسائل اللي بتاعت الايام بتاعت هذا الشهر. طب احنا النهارده هنعمل ايه؟ احنا قلنا لكم ان المسائل الدنيا كلها اللي حوالينا ممكن نقربها لثلاث اشكال رئيسيه، خلاص؟ ممكن نقربها لبلان وول شكل بلان كده بهذه الصوره، او شكل اسطواني، او شكل سفيريكال. وده اللي احنا استنتجناها في شابتر 2، واستنتجنا الجنرال ايكويشن اوف هيت كوندكشن في ثلاثه كارتيزيان دول، ثلاثه كوردينيتس دول اللي هي بلان وول كارتيزيان وسلندريكال وسفيريكال. النهارده هنعيد نفس الحكايه دي بس في حاله السفيريكال وسلندريكال كوردينيتس. بس عشان انا عارف ان المحاضرات ممكن تكون مختلفه بين المحاضرات اللي استاذ الدكتور علي بيشرحها في المحاضره والمحاضرات بتاعتي، فانا حاولت ان انا افتح المحاضرات بتاعه الدكتور علي واجيب لكم منها بعض الاشكال علشان اراجع عليها عشان تبقوا انتم ماشيين في نفس الايه؟ في نفس الاتجاه وما يحصلش فيه اي لخبطه بالنسبه لي. هي نفس الكونتنت بس طريقه الاورجنايزيشن بس مختلفه شويه. وبالتالي انا هبدا انا برضو اجيب لكم شويه حاجات من اللي الدكتور علي جابها في المحاضره بحيث ان يبقى ايه حاسين ان نفس المحاضره اللي فيس تو فيس تبقى نفس المحاضره الاونلاين. وقلت لكم ان انا لما يكون عندنا كومبوزيت وول بالشكل ده، يعني جدار مكون من
جدار حقيقي، ده طوب مثلا، وده اسمنت من بره من حاره. فده اي جدار ما بيتكونش من طبقه واحده، بيتكون من مالتيبل لايرز، من اكتر من طبقه. في الحاله دي عاوز احسب الحراره اللي اتنقلت من الهواء اللي بره ده للهواء اللي جوه اللي هي اسمها كيو، دي بتساوي كام؟ هو ده كان سؤالنا بتاعنا بتاع المحاضره اللي فاتت، وجاوبناه وشرحناه بالتفصيل الممل. بس انا جايبه النهارده عشان اعمل لك ريفريش بس، تبقى فاهم القصه كانت ماشيه ازاي. خلاص كنا بنقول ان ايه، ان درجه الحراره في احد الاوجه الهواء اللي بره ده اسمها في ما لا نهايه، والكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشن كان اسمه اتش 1، هذا هو الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشن. وبالتالي هذا الوسط بنسميه وسط اير، يعني هواء فيه كونفكشن وبالتالي له مقاومه حراريه، هذه المقاومه الحراريه تكون بالصوره دي. المقاومه بتاعت الكونفكشن لسه قايلها حالا في السلايد اللي قبل كده، هي واحد عن اتش في الاي. فانا شلت القهوه ده وحطيت مكانه مقاومه، وهذا الجدار بالمثل هشيله واحط مكانه مقاومه ثانيه، وهذا الجدار هشيله برضه واحط مكانه مقاومه ثانيه، وهذا الهواء له مقاومه. ده كونفكشن، هذا كونفكشن اهو، وده كونفكشن. الاثنين دول زي بعض كده بنسميهم واحد على الاتش في الاي. الاتش ده هو معامل انتقال الحراره بالحمل، سواء حمل ناتشرال او فورس كونفكشن او ايا كان شكل طريقه الحمل انتقال الحراره بالحمل. انما في الحالتين دول وول سوليد وول، فالحاله دي بيكون انتقال الحراره فيهم بالكوندكشن، وبالتالي الثيرمال ريزيستنس يبقى شكلها مختلف، اسمها ال على الكي في الاي، يبقى ال على الكي في الاي. خلي بالك احنا سميناها ثيرمال ريزيستنس لان هي ريزيستنس، هي مقاومه زي المقاومه الكهربائيه بتاعتنا، بس ما نقدرش نقول الكتريكال ريزيستنس لان احنا مش هنا كهرباء ولا حاجه، احنا هنا بنحسب كميات حراره. خلاص كده؟ وبالتالي اقدر اقول لو انا عندي فرق جهد اهو موجود اهو في احد الاطراف وفرق جهد في الطرف الثاني، عاوز اجيب كميه الحراره يا دكتور اللي ماشيه، يعني التيار اللي ماشي، هذا التيار هو فرق الجهد على مجموع المقاومات اللي ما بينهم، يبقى بيظهر بنفس الصوره دي. التيار اللي مر في الدوره في السايكل دي او في السيركت دي هو عباره عن فرق الجهد اللي هو تي 1 ناقص تي 2 على مجموع المقاومات اللي ما بينهم. طب مجموع المقاومات ده ايه يا دكتور؟ كل المقاومه دي قد المقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه دي، وهذه المقاومه كما هو ظاهر في الصوره امام حضرتك. كلمه ال1 وال2 واتش1 واتش2، لان كل جدار من دول له سمت وله ثيرمال كوندكتيفيتي خاصه بيه، وبالتالي ما اقدرش اقول ال على الكي وخلاص، واقول او ال توتال على، لا، في ال بتاعت الاولاني وكي بتاعت الاولاني، وال بتاعت الثاني وكي بتاعت الثاني، وهناك اتش1 وهناك اتش2 تختلف عن الاتشات دي، بتختلف عن بعضها، وبالتالي لابد ان انا احطها بهذه الصوره. طب وبعد ما جبناها يا دكتور، هل احنا نقدر نجيب منها الجهد عند النقطه دي او درجه الحراره عند النقطه دي؟ اه خلاص بقى، ما نفس القصه بالظبط، ما درجه الحراره هنا هي درجه الحراره هنا بعد المقاومه دي، هي دي الجهد. لما كنت عاوز اجيب جهد بعد مقاومه ثانيه كنت بقول ايه؟ نفس التيار دولت سيريز مع بعض، مش كده؟ وبالتالي اقدر اقول نفس التيار اللي انا جبته ده، يعني نفس الكيو دي بتساوي فرق الجهد اللي هو الجهد ده ناقص الجهد ده، بس في الحاله دي على مجموع المقاومات اللي ما بينهم اللي هي المقاومتين الاثنين دول بس، وبالتالي اقدر اجيب منهم مين؟ تي 2. برضه نفس اطبق نفس القانون واقول تي دي ناقص تي دي ناقص تي واحد على المقاومه بينهم، اقدر اجيب درجه الحراره اللي هي واحد. درجه الحراره واحد دي ودرجه حراره اثنين دي ودرجه حراره ثلاثه دي، ساعتها انا ممكن اطلبهم منك في المساله واقوم قايل لك احسب لي الانترميديت تمبريتشر، دي اسمها انترميديت تمبريتشر لان هي درجه حراره البينيه، ودي اسمها الاوتسايد سيرف وول سيرفس تمبريتشر. اوتسايد يعني اللي بره، ده اوتسايد اهو، ده الاوتسايد وده الانسايد. خلاص كده؟ ده خلاص. الاوتسايد ده بنسميها عباره عن ايه؟ ده اوتسايد سيرفيس تمبريتشر، انما دي اوتسايد اير تمبريتشر، في فرق بين دي ودي، درجه حراره هواء خارجي ودي درجه حراره سطح خارجي، يعني دي بالدرجه الحراره بالظبط، لكانك انت بتقيس درجه حراره الجدار بتاع الاوضه بتاعتك من بره من الشارع، انما دي درجه حراره الهواء اللي ماشي في الشارع، دي درجه حراره الهواء اللي ماشي اللي في الشارع، ودي درجه حراره الجدار من بره، دي درجة حرارة اللي سيادتك قاعد جنبها ولازقة في ودانك وجنب منك وقريبة منك جدا، درجة حرارة الهواء اللي أنت قاعد جنبه. دي درجة حرارة الجدار بتاع الأوضة بس من جوه، من جوه من جنبك وأنت قاعد، لو حطيت إيدك على الجدار اللي قاعد اللي أنت لازق جنبه ده، هي دي درجة حرارة هذا الجدار. خلاص كده؟ دي كان الملخص بتاع المحاضرة اللي إحنا أخدناها المرة اللي فاتت، وإحنا جايين نتكلم النهاردة على شوية حاجات جديدة مختلفة يعني. دي احد مكونات الجدار اللي اتشرحت في المحاضره، فانا بس جايبها لك علشان اما تشوف المحاضره مع الدكتور علي في المحاضره فيس تو فيس، يعني ما تحسش ان احنا بنقول حاجه مختلفه، ده هي نفس الكلام بس الشكل في الاختلاف في الشكل فقط، او هو بره بس عندنا ثلاث جدران، ثلاث مكونات جدران،
زي ايه يا دكتور كده؟ يعني ده الجدار، ده هو ده الطوب، ومن بره محاره ومن جوه محاره مثلا، فهمت كده؟ يبقى الاثنين دول طبقات المحاره، طبقات الاسمنت اللي محطوطه على الجدار من بره، خلاص؟ طب الحاله ده هتبقى عامله ازاي؟ خلاص، ما انا قلت ده فلويد، هوت فلويد بره اهو، يبقى ده له مقاومه اسمها كونفكشن، مقاومه الكونفكشن بتاع الجدار ده. والثانيه دي مقاومه مين يا باشمهندس؟ مقاومه الجدار الاولاني، وده مقاومه مين؟ مقاومه الجدار الثاني، وده مقاومه الكوندكشن في الجدار الثاني، وده كونفكشن ثاني اهو، يبقى له مقاومه، ودول بقوا اربع مقاومات. في الحاله دي لو انا عاوز اجيب الكيو، يعني كميه الحراره اللي اتنقلت من الجدار السخن ده اللي هو الهوت للكولد، اجيبها ازاي يا دكتور؟ خلاص بقى ده سهل اصلا. الكيو كميه الحراره دي هي عباره عن فرق درجه الحراره هنا ناقص فرق درجه الحراره هنا على مجموع المقاومات اللي ما بينهم اللي موجوده في الحته دي كلها، خلاص؟ وبالتالي هي عباره عن دي ناقص دي على مجموع المقاومات دي. خلي بالك، بص كده، مجموعه المقاومات الاولانيه واحد على الاتش في الايه، الاتش والايه دول تحت المقام، في المقام، بس كده زي ما هي موجوده هنا كده، دول في المقام، يعني واحد كده تبقى واحد كده على اتش وادي الايه مضروبين في بعض، خلاص؟ لو انت مركز كده معايا هتيجي تبص تلاقي ايه؟ هتلاقي ان الجدار ده المساحه اللي متعرضه للهواء هنا هي هي المساحه اللي ما بين الجدار ده والجدار ده، هي هي المساحات كلها، يعني الاريا دي ممكن اعمل فيها ايه؟ اخدها عامل مشترك، مش كده؟ مش كده؟ واطلعها بره القصه دي كلها وتبقى واحد على الاريا فوق، مفيش مشكله، يعني في بعض الناس بتكتبها بهذه الصوره. لو انا عاوز اجيب درجات حراره بينيه سواء تي 2 او تي او تي دهيت اللي موجوده هنا دي، او تي اللي موجوده السيرفس دي، او التمبريشر دي، برضه هطبق نفس القوانين اللي انا طبقتها في السلايد اللي فات. ان بقول ان التيار ماشي ورا بعضه، وبالتالي دي مجموعه من المقاومات متصله مع بعضها على التوالي، وبالتالي اقدر اقول ايه؟ نفس اطبق نفس القانون، اقول التيار ده بيساوي اي فرق جهد بين نقطتين على مجموع المقاومات ما بين هاتين النقطتين. يعني لما اقول فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه ده هي يا دكتور، يبقى تقوم قاسم على مين يا باشمهندس؟ قاسمه على المقاومتين اللي ما بينهم. في الحاله دي النقطه دي معلومه وسيادتك كنت جبت التيو، يبقى انت تقدر تجيب الجهد عند النقطه دي او تجيب درجه الحراره عند النقطه دي، اللي بالنسبه لنا في الحاله دي اسمها درجه الحراره مش جهد. خلاص كده؟ ما قلناش حاجه غريبه، يبقى نفس الحكايه اهو، بس نفس القانون اهو، بس لو انا شلت الاريا دي في كل المقاومات دي وحطيتها واحد، حطيتها واحد حتى متر، واحد متر مربع، ودي في اوقات كتير جدا بقولها لك ان هي واحد متر مربع، في الحاله دي بنسمي الترم ده اسمه هيت ايه؟ اهو كان وحدته واط، وده اسمه واط على المتر ايه يا شباب؟ حد فاكر؟ واط على المتر مربع، وده اللي بنسميه هيت فلكس. فلكس، خلاص كده؟ يبقى ده اسمه هيت فلكس، كميه الحراره المنتقله لوحده المساحه، خلاص؟ طيب جميل جدا يا دكتور. في بقى حاجه مهمه جدا عاوز احكي عنها النهارده واتكلم، الحاجه دي هي ايه يا باشمهندس؟ هي انت قاعد تقول المايك بعد اذنك اقفل المايك. ماشي، يبقى دي يا شباب ايه؟ دي كميه الحراره اللي اتنقلت. في عندنا حاجه مهمه جدا برضو اسمها اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. ايه الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت ده؟ بقول ايه؟ دي كميه الحراره، مش ده قانون ده بيقول لك كميه الحراره اللي اتنقلت، صح كده؟ لو انا عاوز اشيل كل الكومبوننت بتاع الجدار ده، يعني انت بتقول انت عندك جدار مكون من كذا طبقه بهذه الصوره يا دكتور، لو عاوز اشيلهم كلهم واحط مكانهم معامل انتقال حراره اجمالي، احطه في الحاله دي هيساوي ايه؟ ده السؤال، بس كده؟ يبقى في حاجه اسمها اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، عاوز احسبه. هقوم قايل ازاي؟ هقوم قايل خالص سهله جدا يا دكتور، انت مش بتقول دي كميه الحراره؟ اقول لك اه. هقوم قايل كده، هقول ان الكيو دي كميه الحراره اللي اتنقلت دي، هفترض ان هي بتساوي حاجه اسمها ثابت اسمه معامل انتقال حراره اجمالي، هنرمز له بالرمز يو، في اريا في الدلتا تي الكليه بقى، الدلتا تي اللي هو الفرق الكلي ما بينهم كلهم، يعني لو انا شلت كل الكومبوننت بتاعه الجدار ده، يعني اهو شوف كده ده الجدار اهو، اقول لك لو انا شلت المقاومه بتاعه ده والمقاومه بتاعه ده والمقاومه دي كل الحاجات دي كلها، وقلت ان لا انا عاوز احطها فاكتور واحد بس هو اللي يعبر عن كل المقاومات دي، هذا الفاكتور يتحسب ازاي؟ هو ده اللي انا عاوز اقوله. يبقى انا هقوم قايل الكيو دي هقوم انا مسويها بالحاجه دي، وهذا اليو اسمه معامل انتقال حراره اجمالي زي الاتش كده، مش ده زي قانون نيوتن بالظبط اللي هو الاتش؟
بس احنا رمزنا له برمز يو علشان يبقى مختلف عن الاتش اللي موجوده هنا بتاعت الكومبوشن. يا ترى اليو دي هتسوي ايه؟ هو ده السؤال. خلاص لما تسويه، لو انت سويت دي بالمعادله دي هتيجي تبص تلاقي ان الدلتا تي هي هيها الدلتا تي اللي هي التوتال دي، والاريا دي هتلاقيها بترمع الاريات دي كلها، يتبقى لك حاجه بالشكل ده كده. يبقى اهو، يبقى انا لو عاوز احط كيو هتساوي يو في الاريا في الدلتا تي اللي هي الفرق الكلي دي، يا ترى اليو دي هتساوي ايه؟ هو ده السؤال بتاع النهارده. هذا معامل انتقال الحراره الاجمالي، ده اجيبه ازاي؟ الحاله دي هقوم انا عامل كده، لو انا سويت دي بدي يا باشمهندس، سويت الكيو قانون ده، والكيو دي كيو ده اهي، سويتها تاني بهنا بالظبط، خلاص هتلاقي ان الدلتا تي دي تقوم طايره مع الدلتا تي دي، والاريا دي هتطير مع كل الاريات اللي موجوده دي، هتلاقي ان اليو بقت بتساوي ايه؟ اليو اهي تساوي اليو، هتلاقي ان اليو اللي اسمه معامل انتقال الحراره الاجمالي ده بقى بيساوي 1 على اتش 1 زائد ال 1 على كي 1 زائد ال 2 على كي 2 زائد ال 3 على كي 3 زائد 1 على اتش 2. ده اسمه اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. وحدته ايه يا دكتور ده؟ لان ده بيجي في الامتحان، وحدته واط على المتر مربع كده، واط على المتر مربع كده، لان هو زي الاتش بالظبط اهو، زي الاتش من المعادله دي بالظبط، ما هو دي معادله نيوتن، بس اختلاف بس ان انا شلت يو وحطيت مكانها مين؟ اتش. يبقى معنى مصطلح كلمه يو دي هو معامل انتقال حراره اجمالي، يعني حاجه لو انا شلت كل المقاومات اللي موجوده في الدايره وحطيت حاجه اسمها انتقال حراره، معامل انتقال حراره مكافئ للمجموعه دي كلها. ده هيفيدني في ايه بقى؟ هو انا بجيبه ليه؟ هو انا بغلس على نفسي يعني مثلا ولا حاجه؟ لا مش بغلس، لان انا بص لما بتيجي تروح لتصمم مبنى وعندك المبنى ده مكون من طبقات للجدران، يعني كل طبقه للجدار لها قيمه، سواء اتش اوتسايد وفي ثيرمال كوندكتيفيتي لكل جدار، وفي جدران بقى فيها مختلف الاستراكشر، يعني فيها مكونات الجدار مش لازم تكون زي ما احنا عاملينها كده طوب ومحاره من بره ومن جوه ودهان من بره ومن جوه، مش لازم تكون كده. في بعض الجدران بيكون فيها طبقه ماده عازله موجوده في النص، في بعض الجدران بيبقى فيها طبقات هواء، الكلام ده كله. ففي الحاله دي بيقول لك ايه بقى؟ مش هقعد احكي لك بقى واقول لك اعمل لي جدار، او الجدار بتاع المبنى ده ليه سمك طبقه محاره قد كذا، وسمك طبقه دهان قد كذا، وسمك طبقه عازل قد كذا، وسمك طبقه طوب قد كذا، ومنحاره من جوه قد كذا، كده انا هقرفك جدا وهتعبك. فانا بقوم قايل لك لا يا سيدي، هذا الجدار له معامل انتقال حراره اجمالي يساوي كذا. يبقى ده ملخص للايه؟ للموضوع، ان انا بشيل كل المقاومات اللي في الدايره كلها واحط لها فاكتور اسمه معامل انتقال حراره اجمالي. جميع المؤسسات الموجوده اللي بتعمل المهتمه بمنظومات التبريد والتكييف بتهتم جدا بهذا الفاكتور، ويفضل ان هذا الفاكتور يكون قليل جدا عشان يعمل ثيرمال انسوليشن. خلاص كده؟ الفاكتور ده بيختلف بقى مع اختلاف مكونات الجدران والويندو والروف والسيلينج والاسقف والارضيات والكلام ده كله. خلاص خلاص كده. طيب تعال نشوف بقى ايه مساله من المسائل مثلا اللي موجوده في الكتاب واللي اتشرحت واللي هتتشرح في المحاضره الفيس تو فيس. في ده اكزامبل موجود في الاكزامبل 3-1، بيقول ايه؟ استيميت ذا هيت ليكج ريت، هيت كميه حراره وريت معدل. يبقى دي عاوز مين يا باشمهندس؟ كلمه معدل دي لما تشوفها يبقى هو عاوز اليو كابتن، اللي وحدتها ايه يا دكتور؟ وحدتها وات كابتن، اللي هي وات وات كده مش كده؟ طب دي اسمه احسبها لي، سروقه 3 متر في 3 متر في 2 متر جلاس ويندو، يعني هو عنده ويندو بالشكل ده كده، خلاص كده هذا هو الويندو اهو، خلاص اهو، وهذا الويندو له مساحه سطحيه اهو، الحته دي 3 متر خلاص كده، والارتفاع ده 2 متر، وهذا الجلاس ويندو اهو. بيقول لك ايه؟ انتو ان اير كونديشند روم، يعني ده شباك خلاص اهو، ده شباك اهو، وهنا هو تروم مكيفه، اوضه مكيفه، وهنا هو اوضه الشارع اللي بره اللي موجود بالنسبه له. ده السؤال. بيقول لك ايه؟ اسمع، ذا اوتر اند انر سيرفيس تمبريتشر اوف ذا جلاس، يعني الاوتر اللي هي درجه حراره الجلاس اللي بره دي، ودرجه حراره الجلاس دي من جوه، واحده 30 اهو 30، والثانيه كام؟ 25 درجه مئويه. هو اللي جايب لي الكلام ده، كاتبهم لي اهو. بيقول لك ذا ثيكنس اوف ذا جلاس از 6 ملم، الثيكنس بتاع الجلاس ده كيمياء يا باشمهندس 6 ملم، يعني 6 في 10 اس سالب كام؟ 10 اس سالب 3 متر. خلاص كده؟ فور جلاس الكي كانت كذا، دي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الجلاس، كانت 8 من 10 او 78 من واط على المتر كده. خلاص يا دكتور احسب الكيو. طب ما انا عارف وسهل قوي المساله دي يا دكتور، انت بتجيبها لي ليه؟
طب ما انا حافظ قانون مين؟ قانون فورير. قانون فورير بيقول لك ان الكيو كانت بتساوي ايه؟ الكيو كانت بتساوي الكي في الاريا ماشي كده في ايه في الدلتا تي على السيكنس، مش هو ده القانون؟ وكل حاجه موجوده وحسبتها. كلامك صح ممتاز جدا، بس انا المره دي مش جايبها لك عشان كده، انا جايبها لك عاوز اقول لك نحسبها بطريقه الثيرمال ريزيستنس اللي احنا اتكلمنا عنها. وبالتالي هقدر اشيل هذا الجدار واحط مكانه مين؟ مقاومه واحده حراريه. هذه المقاومه الحراريه اهو لها ادي مقاومه خلاص كده اهو، درجه الحراره هنا كانت 25 درجه 30 اسف درجه مئويه، وفي الناحيه الثانيه كانت 25 درجه مئويه. خلاص ماشي يا دكتور. وفي بيمر تيار كهربي او بيمر كميه من الحراره نتيجه وجود هذا الفرق في درجه الحراره. هذه كميه الحراره اللي تم انتقالها دي بنسميها كميه. اجيبها ازاي يا دكتور؟ خلاص يبقى الكيو دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي دلتا تي على المقاومه. هذه هي المقاومه اللي اسمها ار. اجيبها ازاي؟ انا قلت لك مش ده بلان وول اهو. الار دي بتساوي ايه قانونها؟ بيساوي ال على الكي في الاي. يبقى انا عندي الهيت ترانسفير اريا جبتها الاول. هذه المقاومه اسمها ال على الكي في الاي. زي ما انا حسبتها، حسبت ال ال وحسبت ال كي وال اي والحسبتها، حسبت المقاومه دي وطلعت وحدتها بهذه الصوره. الكيو بتساوي ايه؟ فرق الجهد اللي هو تي ناقص تي على المقاومه دي، عوضت طلع الرقم ده. لو سيادتك عوضت في القانون ده تاني من الاول هتلاقيها تطلع بنفس الرقم بالظبط من دون اي مشكله. يعني لو طبقت في قانون فورير هتطلع نفس الرقم ده. بس المساله هنا في الحاله دي سهله اصلا لانها سنجل لير، انما لو عندي مالتيبل لير بقى هتموت جدا. خلاص؟ وده هنشوفه هنا في المساله اللي احنا موجوده عندنا دي. مساله ثانيه اهي بيقول لك ذا وول اوف ان اير كونديشن ثيتر، عنده بتاع ده اسمه مسرح موجود في مدينه اسمها تورونتو في كندا مش كده؟ از ميد اب اوف ان اوت اوف اوت لاير 3 سنتيمتر كومن بريك، يعني عنده لاير الاولانيه اهو الطبقه الاولانيه. الطبقه الاولانيه دي سمكها 3 سنتيمتر كومن بريك، دي اول طبقه، والثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها اهو. يبقى دي اللير رقم واحد، ادي اللير رقم واحد بس كده اهو، هذه اللير اسمها رقم واحد ماشي يا دكتور. و10 سنتيمتر جلاس وول انسيوليشن، السيرمال كوندكتيفيتي بتاعت هذه اللير رقم اثنين اهو. يبقى في طبقه ثانيه موجوده هنا اسمها رقم اثنين خلاص. اند ان انر لير 3 سنتيمتر 3 6 6 ملم وودن بانلينج، يعني فيه بانل كده من الخشب، ادي اللير رقم ثلاثة اهو خلاص كده. يبقى فيه طبقة ثالثة من الايه من الخشب بهذه الصورة، الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها اهو. اسمع ركز كده معايا ارجوك، بقول ايه؟ ذا اوتر سيرفيس تمبريتشر اوف ذا اوتر سيرفيس اوف ذا وول از سالب 20، يعني درجة حرارة السطح الخارجي ده اهو سالب 20 ماشي. المدينة دي فعلا ثلج جدا ودرجة حرارتها منخفضة خالص خلاص. دي درجه حرارتها سالب 20، ده السيرفيس تمبريتشر ما قالش الهواء خد بالك. And the inner surface temperature of the wooden panel is 20، يعني درجه حراره الودن بانل اللي موجوده دي جدا هو هنا كده دي كانت 20 درجه مئويه، ما شاء الله. بيعمل فرق الجدار ده بيعمل فرق 40 درجه مئويه على الجدار ده. لو انا ما حطيتش الجدار ده وسبت الناس قاعده كده في بدون جدار هتلاقي درجه حراره جوه بقت سالب 20، يعني الناس دي هتتلج وهتموت، وبالتالي عشان كده انا عامل هذا الجدار. خلاص؟ السؤال هو determine the heat flow rate per meter تربيع. كلمة per meter تربيع دي يعني معناها ان انا بحط الاريا بتاعتي في المسألة بتساوي 1 متر مربع. دي معنى ساعد ما تشوف كلمة متر مربع دي، انا بقول لك per unit area او per meter تربيع يعني معناها 1 متر مربع. If the inner measurement of the theater is او بص كده معايا، دي اذا كانت مساحة، اذا كانت حجم الهواء اللي جوه ده، استميت ذا توتال هيت لوس ريت ثرو ذا فور وولز، يعني بقول لك اذا كان الجدار ده كان المسرح ده هو عباره عن 50 100 في 50 ابعاده كده 100 في 50 دي مساحته الارضيه في الارتفاع بتاعه 5 متر، يعني الطول بتاع المسرح ده 100 متر وعرضه 50 متر والارتفاع بتاع المسرح ده 5 متر، احسب لي بقى كميه الحراره تبقى عامله ازاي. يبقى دي بس هنعملها مره ثانيه، بس هيبقى مختلف عندنا الايه ان الاريا بقت موجوده ولها ابعاد مختلفه. موضوع سهل جدا، هنعملها ازاي يا دكتور؟ ما تقوليش بقى قانون فورير، تبقى انت كده بتستهبل. امال اعمل ايه يا دكتور؟ مش قلنا دي ثلاث طبقات؟ اه ثلاث طبقات، يبقى هنشيل كل طبقه ونحط مكانها ايه؟ مقاومه حراريه.
هذه المقاومه الحراريه قانونها ايه؟ ال واحد ال على الكيف الايه؟ يبقى هنا ثلاث مقاومات. المقاومه الاولانيه اهو، المقاومه الاولانيه ال واحد على الكي واحد في الايه؟ ال واحد على الكي واحد دي اللي هو الجدار الاولاني ده، هتعوض هتجيب قيمه المقاومه دي. ال اثنين على كي اثنين ادي مقاومه الجدار الثاني، خلاص؟ ال ثلاثه على كي ثلاثه مقاومه الجدار الثاني اللي هو عباره عن الخشب. جبت الثلاث مقاومات دول، اجمع الثلاث مقاومات، جمعت الثلاث مقاومات دول، الثلاث مقاومات كلهم هم. الكيو بتساوي ايه يا باشمهندس؟ الكيو اللي بتمر من هنا دي، الكيو دي بتساوي فرق الجهد على مجموع المقاومات دي، اللي هو فرق درجات الحراره دي 20 ناقص ناقص 20 على مجموع المقاومات كده. دي طلع لك كميه الحراره اللي طلعت من الجدار ده لكل واحد متر مربع. طب انا عندي كم مساحه متر مربع؟ ده المطلوب الاولاني. يبقى حتى الان لحد دي كده دي المطلوب الاولاني، لسه ناقصني بقى الحته المطلوب الثاني ده، اجيبه ازاي المطلوب الثاني ده؟ يبقى انا محتاج اريا بقى، اجيب الاريا ازاي يا شباب؟ حد يعرف يقول لي الاريا؟ الاريا سهله جدا، ده مساحته 100 متر في ارتفاع 5، وده 50 في 5، وده 100 في 5، وده 50 في 5، يعني ممكن اقول المحيط في الارتفاع، المحيط هو كام؟ 150 يبقوا 150، وكمان 150 ثانيه يبقى 300. يبقى المساحه بتاعتنا هي عباره عن 300 الارضيه في 5، 5 متر الارتفاع، يبقى دي بتساوي الاريا. الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت التيتر ده او المسرح ده، وبالتالي هتضرب هذه الكيو في الاريا دي تجيب لك المطلوب الثاني، ويبقى كده مساله خلاص. يبقى هي دي فكره المساله. هحاول اكد دايما على المهندس فاروق، المهندس عمر الحارون، ان هو يكمل يحل لكم مجموعه من المسائل على هذا الشكل، ويركز جدا برضو على موضوع حساب الاريا دي، لان انا عارف ان في ناس منكم كتير ممكن تتلخبط. القصة برضو مجموعة توصيل المقاومات دي مش لازم يكون برضو توالي سيرس مع بعضه. دكتور معلش، هو كان طالب تقريبا التمبريتشر عند الجلاس تقريبا. طب ماشي خلاص ماشي، تعرف تجيبها ولا ما تعرفش يعني؟ اسيبها ولا احلها؟ الفكرة هل هو اي مينيمم تمبريتشر، عايز التمبريتشر عادية ولا؟ Also find the minimum temperature of the glass wool. مينيمم مش ده اول طبقه جوه، ده اسمه ايه ده؟ ثواني كده، ثواني، انا عاوز ممتاز، كويس جدا انك انت قلت المعلومه، سالت السؤال ده ما خدتش بالي منه. طيب السؤال بيقول لك ايه بقى؟ بص كده، اول طبقه كومن بريد، بعد كده جلاس وول، الطبقه اللي موجوده جوه دي جلاس وول. فين ده الجلاس وول؟ ده طبقه الماده العازله، خلاص؟ حد يقدر يقول لي درجه الحراره القليله فين في الجلاس ده؟ في الجلاس وول ده؟ على الشمال. اللي على الشمال دي، يبقى هو عاوز درجه الحراره عند النقطه دي، اجيبها ازاي دي بقى؟ مش انت سيادتك جبت الكيو؟ مش قلنا ان دي ثلاث مقاومات اهي، خلاص كده، هو عاوز درجه الحراره هنا عند النقطه دي. يبقى تقول الكيو اللي مره دي اللي هو التيار اللي مر ده هو عباره عن فرق الجهد اللي هي تي ناقص التي على المقاومه الاولانيه دي، وبالتالي تقدر تجيب التي دي، لان انت خلاص جبت الكيو. المسائل دي مسائل سهله جدا ومسائل لذيذه جدا، بس محتاجه تركز فيها، لان هي دي المساله اللي بنقول لك ان مهمه جدا وجدا جدا وبتيجي كتير جدا في الامتحان، لان هي دي المور براكتيكال، يعني دي الريال كيس اللي بتيجي في الامتحانات واللي بتيجي موجوده في ارض الواقع. السؤال بقى في الحاله دي يا شباب، عندنا بقى ايه في بعض الاستراكشر، بس ان شاء الله مش يعني مش هنركز عليها قوي، بس برضه لازم تكون عارف شكلها وتشوفها برضه. ان انت لو انت عندك جدار بهذه الصوره، وده جدار، وبعدين بنيت جدار تحت، وقمت مكمل بجدار ثاني فوق، خلاص كده، يعني انا عندك جدار اسمه اي، خلاص كده، وجدار اخر اسمه اف، مش كده، فوق، وجدار تحت اسمه جي، وجدار تاني اسمه اتش، خلاص، دول الثلاث جدار مترتبين بهذه الصوره. في الحاله دي الحراره اللي جايه دي هتمشي ازاي؟ تيجي هنا وقدامها حلين، يا حل تروح كده، حبه يروحوا كده وحبه يروحوا كده، خلاص كده، وبعدين يقوموا جايين متجمعين تاني، ورايحين ازاي؟ رايحين بهذه الصوره. يبقى في الحاله دي التيار حصل له ايه؟ التيار توزع زي بالظبط كده، لما يكون عندك مقاومتين متوصلين على التوازي، في الحاله دي التيار هيجي كده يعمل ايه؟ شويه يروحوا هنا وشويه يروحوا هنا، خلاص، يبقى دي مقاومات على التوازي. تعمل ايه بقى عشان تحل المساله دي وتجيب الكيو يا دكتور؟ انا مش هقول لك عليها، لان انا عارف انك انت اكيد فاهمها. القصه كلها انك سيادتك هتجيب المقاومه الكليه لهاتين المقاومتين، وتحول المساله بتاعتك لايه؟ لمقاومه واحده، والمقاومه الثانيه دي الايكويفالنت بتاعتهم، والمقاومه الثالثه تسيبها زي ما هي، خلاص كده.
يبقى دي هي المقاومه الايكوفالنت بتاعه الاثنين دول اللي حاصل ضربهم على جنب خلاص كده. وبالتالي ترجع تحل المساله بتاعتك عادي خالص وتجيب كميه الحراره اللي موجوده. تعال شوف بقى الحاجه المهمه جدا بقى واللي انا جاي اتكلم عنها النهارده، والكلام اللي فات ده كله يعني ممكن تكون لو انت فهمت محاضره المره اللي فاتت تستنتجه وما تحسش عندك اي مشكله فيه. اليوم بقى عاوز اتكلم على لو الشكل بتاعي ما كانش وول، ما كانش جدار، يعني ما كانش عامل بالشكل ده كده جدار كارتيزيان كده، امال ايه يا دكتور؟ شكله اسطوانه بهذه الصوره او سفير، يعني دي ممكن تكون اسطوانه او سفير، يعني كوره، تخيل دي كوره ولها سمك اسمه لها قطر داخلي اسمه ار واحد وقطر خارجي تاني اسمه ار اثنين، وهذه الكوره او الاسطوانه دي بيمر فيها ماء، يعني دي تخيل دي انبوبه كده ماسوره شايله ستيم، شايله بخار، يبقى فيه مائع ماشي جواها هنا كده، فالجدار اللي جوه ده اللي هو اللي متنقط ده هيسخن، يعني الجدار ده هيسخن، فيحصل انتقال حراره من جوه للهواء اللي بره بالشكل ده، هيحصل انتقال حراره خلال السمك بتاع الانبوبه دي، السمك بتاع الانبوبه دي هو ار 2 ناقص ار 1 ار 2 ناقص ار 1 ده السمك. الماده دي الانبوبه دي متصنعه من الستانلس ستيل وبالتالي لها ثيرمال كوندكتيفيتي اسمها كي. خلاص يا ترى لو انا جالي المساله بهذه الشكل احط ال على الكيف الايه ولا هتبقى الدنيا عامله ازاي؟ في الحاله دي ما بينفعش نقول الكلام ده لان دي سلندريكال كوردينيت وبالتالي لابد ان انا استنتج لها قانون خاص بيه. قانون بيقول لك ده قانون فورير، ده قانون فورير اللي احنا تعودنا عليه ان هو ناقص كي في الاريا في الدلتا تي باي دي ار في الحاله دي، لان انا بتغير في اتجاه الار مش اكس بقى، وكمان الار دي بتتغير مع المسافه، كل ما بتتغير شويه الدنيا بتتغير. وبالتالي نعمل ايه؟ الاريا بالنسبه لنا الاريا اللي بتنقل الحراره هي عباره عن ايه؟ مش الاريا اللي هي جوه دي، يعني عند اي مسافه ار، عند اي مسافه ار كده مش كده، المسافه دي اسمها ار مثلا، الاريا بتساوي ايه؟ المحيط، المساحه اللي بتنقل الحراره هي المحيط في الطول اللي هي 2 باي ار في ال، دي اسمها الاريا. بالتالي انا هشيل دي واحطها هنا كده بس كده اهو، لو انا حطيتها كده بقت عامله بالشكل ده كده، لما انا احطها كده واقوم جايب الدلتا ار هنا وخلي الدلتا تي، يبقى بص معايا كده بقى كي في دلتا تي سبتهم زي ما هي، والاريا ودلتا ار دي وديت الاريا الناحيه الثانيه ودلتا ار كده خلاص. سيبك من علامات التكامل دي، انا عاوز اجيب الكيو، هو ده السؤال، نجيب الكيو ازاي؟ فتبدا تكامل الطرفين دولت، هتكاملها منين؟ هتكامل هنا على ار، من ار بتساوي ار واحد و... وتكامل هنا على تي، من تي بتساوي تي واحد لتي اثنين، لان هنا درجه الحراره هنا اسمها تي واحد ودرجه الحراره هنا اسمها تي اثنين. هذا الاستنتاج انت غير مطالب بيه، بس انا عاوز اقول لك بس ايه اللي حصل بس كده. هتكامل ودي دي واحد ودي اسمها قانونها عباره عن ايه؟ 2 باي ار، 2 باي ار في ال اهو خلاص كده. ال ال دي طول الانبوبه دي اللي هو من هنا من اول هنا لحد هنا، ده اسمه طول الانبوبه، مفيش مشكله طول الانبوبه هذا لا يتغير، انما اللي بتغير معانا مين؟ الار، لان الار بتغير من ار 1 لار كام؟ لار 2، وبالتالي هي تكامل واحد على ار هو لين ايه؟ لين ار، وتكامل الدلتا دي هتبقى دي تي، هتبقى تي بس اهو. وبالتالي هتيجي تبص تلاقي ان القانون الكيو كوندكشن بتاعتك دي لما تكامل الطرفين وتعوض والكلام ده هيطلع هذا هو القانون، ده اسمه كميه الحراره اللي اتنقلت. طب ما كميه الحراره دي ممكن احسبها ازاي؟ بص كده، ممكن اشيلها بنفس المبدا اللي فات، اشيل الجدار بتاع الانبوبه ده، لان لو جدار الانبوبه ده مش موجود، لو جدار الانبوبه ده مش موجود كانت تي واحد دي بقت تي اتنين، بس هو موجود وبالتالي هناك فرق في الجهد، وبالتالي يعني اقدر اقولها احكيها بنفس المبدا اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، هشيل جدار الانبوبه واحط مكانه مقاومه حراريه وفيه درجه الحراره على احد الاوجه اللي هو الجهد يعني اسمه تي واحد، ودرجه الحراره على جنب الثاني من الانبوبه اسمه برضه تي اتنين بس كده، ونتيجه وجود هذا الفرق فان هناك كميه من الحراره هتمر كده اسمها كيو. هذه الكيو دي قانونها ايه يا باشمهندس؟ التيار بيساوي ايه؟ فرق الجهد اهو، وعباره عن الدلتا تي، دلتا تي موجوده مقسومة على مين يا باشمهندس؟ على الار بتاعه السلندر، السلندر اهو. طيب جميل جدا يا دكتور، يبقى انا مشكلتي اقدر اجيب الريزيستنس دي ازاي بقى؟ ده السؤال. طب انت عاوز تجيبه ليه؟ هو انت بتتعبني ليه يا دكتور؟ لا انا مش بتعبك، انا عاوز اقول لك حاجه بعد كده، ان بعد كده لما تشوف ريزيست، تشوف سلندر هتشيلها وتحط مكانها مقاومه، زي ما كنت بتشيل كل جدار وتحط مكانه مقاومه حراريه، المره دي هتشيل كل سلندر وتحط مكانها مقاومه حراريه. هذه المقاومه الحراريه في الحاله دي اهو نفس القانون اللي انا بقوله لك اهو، هذه المقاومه هي هيظهر لها بالشكل ده، لو انت عوضت بس تعويض مباشر هيظهر بالشكل ده. هذا القانون
انا مش مطالب، مش هطلبك هطلبه منك في الامتحان انك تسيبهولي ولا حاجه، بس انا محتاجك تحفظه. بس كده اقفل السبيكر يا باشمهندس، اقفل المايك. طيب يبقى دي خلاص، يبقى انا ده عرفت القانون اللي هو بتاع السلندر. يبقى اي سلندر هتشوفها في اي مساله هتشيلها وتحط مكانها مقاومه حراريه، هذه المقاومه اسمها لين ار 2 على ار 1. ار 2 اللي هو القطر الخارجي، وار 1 القطر نص القطر الداخلي، خلي بالك ار دي نص القطر، و2 باي ما فيش مشكله، الباي دي 3 و14 و15 دي 3 مش كده 14 15 اهو خلاص، دي الباي بتاعتنا خلاص. والال اللي هو طول الانبوبه ده، والكي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الماتيريال اللي اتصنعت منها الانبوبه. خلي بالك بعض الاوقات ممكن ما تلاقيش، بقول لك احسب لي كميه الحراره لوحده المساحات، هتلاقوا في الحاله دي في الانبوبه دي اقول لك لكل وحده طول، يعني لكل واحد متر من البتاع دي. لو قلت لك كده يبقى الال دي هتاخدها بكام؟ واحد متر، واحد متر خلاص من الانبوبه. دي اسمها الثيرمال ريزيستنس بتاعت السلندر. يبقى اي مساله هقول لك ان هي سلندر او انبوبه او بايب مش كده، في الحاله دي هتقوم شايل الجدار السوليد ماتيريال بتاعت الانبوبه دي وتحط مكانها ثيرمال ريزيستنس. هذه الثيرمال ريزيستنس بهذا القانون سيادتك تحفظه زي اسمك، لان بدل ما تقعد تستنتج الاستنتاج ده، تعال نشوف كده. مثلا عندنا مالتيبل لاير اوف سلندر، يعني ايه؟ يعني عندك بص كده معايا، ده انبوب، ده انبوبه دي مكمله هنا كده كان ده انبوبه، بس انا خدت منها قطاع خلاص، يعني دي كانها جايه كده اهو، وهكذا اللي فوقها واللي فوق، بس انا خدت كده. في فلويد ماشي هنا، شوف ده فلويد، لان جاب لي اتش اهو، ده ستيم ماشي في الانبوبه دي، وعلشان الحراره بتنتقل من الستيم ده للهواء اللي بره انا حطيت ماده عزل، يبقى دي ماده عزل، يبقى دي ماده الانبوبه، ولتكن دي ماده الانبوبه اللي هي الستيل مثلا خلاص كده، وعزلتها بماده انسيوليتور انسيوليشن اهو، عشان اعزل اخلي كميه الحراره تقل شويه، ولقيت لسه كميه الحراره كده فعزلتها كمان ماده ثالثه هكذا. وفي نفس الوقت في بقى هواء بره هنا كده، يبقى ده في هواء. عرفت ازاي ان في هواء يا دكتور؟ ما هو اهو جايب لك الاتش اهي خلاص كده. يبقى دي دلوقتي كده مجموعه من المقاومات متصله مع بعضها توالي. انا عاوز اجيب كمية الحرارة اللي هتتنقل من المية السخنة اللي ماشية جوه الأنبوبة دي، أو الستيم اللي ماشي في الأنبوبة دي، للهواء اللي بره ده، أحسبه إزاي؟ دي موجودة في أبلكيشن كتير قوي. عاملها إزاي دي يا دكتور؟ سهلة خالص. نفس المبدأ اللي إحنا استغلنا بيه في الوو. بنشيل كل طبقة ونحط مكانها مقاومة حرارية. في الحالة الأولانية في حالة الستيم ده، في الهواء اللي ماشي ده فيه مقاومة حرارية. هذه المقاومة الحرارية ده كونفكشن، يا واحد على الإتش في الإيه؟ ما عرفهاش دي. تعرفهاش ازاي؟ انا لسه قايلها اصلا المحاضره اللي فاتت. يبقى اي كونفكشن واحد على اتش في الايه خلاص كده. طب المقاومه دي يا باشمهندس ار بتاعت السلندر الاولاني، وار بتاعت السلندر الثاني، وار بتاعت السلندر الثالثه، ودي مقاومه الكونفكشن الثانيه اللي بره خلاص. المشكله هي ازاي قيم المقاومات دي؟ قيم المقاومات دي بقى ازاي احسبها ازاي؟ قبل ما اقول لك بس هنحسبها ازاي كده، هقول لك كميه الحراره بتتحسب ازاي. طب ما انت لسه قايلها لي اصلا برضه. كيو دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ كيو دي بتساوي فرق الجهد اهو على مجموع المقاومات اللي ما بينهم. يعني انت عندك تي ما لا نهايه واحد، وعندك تي ما لا نهايه اثنين، اللي هو تي ناقص تي، يبقى تي ناقص تي على مجموع كل المقاومات دي. يبقى لابد انك تكون عارف الماثيماتيكال اكسبريشن بتاع كل المعادلات دي. المعادلات الجزء ده والجزء ده، الثلاثه دولت اللي في النص دولت اسطوانات، وبالتالي هيبقى القانون بتاعها اللي انا قلته النهارده. انما دي كونفكشن القانون القديم، بس هيبقى فيها اختلاف شويه. تعال نشوف كده. ادي قانون الكيو، دي كميه الحراره. الحاجه الثانيه برضو الار توتال بقى بتساوي ايه؟ ار 1 كونفكشن الاولانيه اهو، والار الثانيه، والار الثالثه، والار الرابعه، والار الخامسه، دول جمعتهم مع بعض. المقاومه الاولانيه بقى اسمها ايه بقى؟ الكونفكشن دي واحد على الاتش في الايه، شرحتها المره اللي فاتت وقلتها النهارده في بدايه المحاضره. طيب ودي يا دكتور؟ دي سلندر ودي سلندر ودي سلندر، يبقى هي لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي 2 باي ال في كي 1. كي 1 لان دي ماتيريال واحد. بس لما اجي اتكلم على الارات بقى بتاعتها، ركز كده معايا في الارات. الار بتاعتها هي شغاله من فين لفين؟ من ار 2 لار 1، يبقى هي الحته دي بس. تقول ار 2 على ار 1. لما اجي اشتغل على اللاير الثانيه دي، هي شغاله من ار كام؟ من ار 3 لحد ار 2، يبقى من ار 3 لحد ار 2. ركز قوي في الحاجات دي الله يخليك، خلاص؟
والكي بتاعتها كام يا دكتور؟ الكي بتاعتها اسمها كي 2، يبقى انا احط الكي بتاعتها كي 2، ما احطش اي كي وخلاص كده وبرص اي ارقام. طب اللير الثانيه دي شغاله ما بين ار كام؟ السيكنس بتاعها ما بين ار كام؟ ما بين ار 3 وار وار 4، ما بين ار 4 اسف وار 3، يبقى هي ار 4 على ار 3. خلي بالك هذه مقاومه حراريه، لو انت عكست قلت ار 3 على ار 1 على ار 4 هتلاقيها بتطلع نيجاتيف، فما ينفعش اصلا. خلاص كده يبقى تركز قوي وانت بتعمل الحكايه دي، لان الار دي لازم تكون الار الكبيره على الار الصغيره بتاع الدومين اللي انت عايزه. والاتش دي يا باشمهندس لسه الكونفكشن دي 1 على الاتش 2، لان اتش 2 دي تختلف عن اتش اللي جوه دي، بتساوي 1 على الاتش 2 في اريا 4، الاريا اللي بره خالص دي، اريا اللي بره دي. مشكلتي بقى هي الاريا، الاريا دي بتساوي كام يا دكتور؟ دي هي دي القضيه اللي انا عاوزك تحكي فيها وتركز فيها قوي. الاريا اللي بره دي اللي بتنقل الحراره بره دي بتساوي ايه؟ هي المساحه السطحيه بتاع اللير اللي بره. اسمها ايه يا باشمهندس؟ هي المحيط في الطول اللي هي 2، المساحه السطحيه بتاع الانبوبه هي 2 باي ار معروفه في ال، اللي ده هو الطول. انا جبته لك في المساله كان بيها، لم ما اديتهولكش يا باشمهندس هتقوم قايل 1 متر على اساس ان انا بجيب كميه الحراره اللي اتنقلت لكل 1 متر من الاسطوانه. امال الار دي ايه يا باشمهندس؟ انا مش الهواء ده ملاصق لللير اللي فوق دي، الار ده اهي، ولا ملاصق لللير دي؟ لا، ملاصق لللير اللي بره دي يا باشمهندس. يبقى الار بتاعتها اللي هي ار كان ار 4، خلي بالك قوي في الحته دي. خلاص يبقى الاريا دي خلاص كده هي الار بتاعتها دي. انما الفلويد اللي جوه ده، الفلويد اللي جوه ده ماشي ازاي؟ ملامس لمين؟ ملامس للطبقه اللي جوه دي، ملامس لطبقه الجدار اللي جوه دي. يبقى نفس القانون ده بالظبط، بس هتشيل ار 4 دي وتحط ار كام بقى هنا؟ ار 1، ار 1 اهي. يبقى نفس القانون ده، يبقى انا هيبقى عندي ار 4 بتساوي الكلام ده، وار 1 بتساوي هذا الشكل. يبقى دي التركه اللي موجوده عندنا. طيب تعالى نشوف كده نفس الكلام. انا كده عرفت ملخص اللي انا قلته النهارده، ما قلتش لك شويه حاجات بسيطين جدا، مقاومه جديده للسلندر. هناخد المقاومه الثالثه ونبقى انا كده خلصنا الشابتر، الجزء كبير جدا او حوالي 60% من هذا الشابتر، وهو عباره عن لو التانك بتاعي عباره عن كوره، تانك كروي، يعني كوره كده خزان ميه على شكل كوره مثلا، او خزان بخار على شكل كوره، وهذا الخزان بيحصل له ديسيبيشن من جوه كده لبره. خلاص كده اشيله، اشيل هذا الجدار الكروي واحط مكانه مقاومه، هذه المقاومه قيمتها كام؟ يبقى هو ده السؤال اللي انا عاوز اجاوب عليه. نفس المبدا، نفس البرنسبل بالظبط، اهو نفس الكلام اهو، ونفس القانون ده احنا شفناه قبل كده. الكلام ده هنبدا نكامله من كام لكام؟ من ار بتساوي ار 1، ومن ار من ار بتساوي ار 1 لار 2، ومن تي 1 لتي 2، نفس الكلام بالظبط. الاختلاف هو الاريا. في الحاله دي الكوره دي بقى ما بقتش 2 باي ار ال، امال بقت ايه يا دكتور؟ بقت 4 باي ار تربيع. يبقى المساحه السطحيه الداخليه هي الاختلاف بس دي، ان الاريا المره اللي فاتت في السلندر كانت 2 باي ار ال، مش كده؟ باي ار في ال. المره دي بقى خلاص شلتها وحطيت مكانها المقاومه دي، يعني الاريا دي هحطها بالشكل ده بس، هكامل واحل واعمل نفس الحوار واسوي الكيوب الكلام ده، هتطلع المقاومه بهذه الصوره. مطلوب من سيادتك تحفظ هذه المقاومه. يبقى لما اجيب لك خزان كروي مش كده على شكل كوره، لابد انك سيادتك تكون عارف الثيرمال ريزيستنس للشكل الكروي عامله ازاي. تبقى ار صفير بتساوي ار 2 ناقص ار 1، ار 2 اللي هي اللي بره دي، وار 1 دي ناقص اهي، على 4 باي ار 1 ار 2 في كي، ار 1 في ار 2 في كي. خلاص كده؟ ركز جدا ارجوك ان الوحدات دي تكون ايه؟ تكون كلها متظبطه، تكون بالمتر بالاس اي يونت علشان ما يحصلش اي لخبطه. خلاص؟ طيب كده انا عرفت يا باشمهندس يا دكتور المعلومه دي. اتفضل. موجود شابتر واحد هنحفظها برضو ولا مش هيبقى مطلوب مننا الول بس؟ لا لا لا، ده انا بقول لك هتحفظها، يعني دي هتحفظها. انا بقول لك السلندريكال الاثبات مش عليك في المره اللي فاتت شابتر واحد، انما هنا دلوقتي لا، دي تحفظها، ده حفظ صم، ده انت لو ما حفظتهاش هتروح في داهيه. تمام، دي مهمه جدا، اوعى تنساها. خلاص يا شباب، باكد اهو القوانين بتاع الثيرمال ريزيستنس، حاله السلندر والوول، السلندر والوول والسفير مهمة وعليك، بس مش عليك الاستنتاج، هذا الاستنتاج مش عليك، بس القانون ده مهم اهو، مهم جدا. خلاص، لان ده بيجي في الامتحانات. خلاص، وكمان مهم، جميل، مهم كمان في الابلكيشن بره، يعني مش عشان بنحل، احنا مش بنشرح لك عشان امتحان بس،
لا مهم، لان هو فعلا بتحتاجه، لان الريال كيست بره تبقى انابيب، فيها انابيب، فيها بايبس شايله ستيم، وشايله مائع سخن، وشايله مائع بارد، وخراطيم، وشايله وضغطات، شايله هواء بارد، تكييف. لا مهمه جدا جدا جدا، خلاص ده لازم يتفهم، لان ده مهم جدا في ارض الواقع. خلاص يبقى انا عرفت ان دي حاله السيرفر. خلاص طيب انا عاوز اسال سؤال بقى كده، دي شكل السيرفر ريزيستنس هو، بس بالتفصيله ار 1 هي ايه، وار 2 هي ايه، والكي هي الثيرمال كونداكتيفيتي، وينر ريجس، الكلام ده كله عشان برضه لو حد مش قادر يفهم هي مين ار 1 وار 2. هي ظاهره على الصوره اهي، بس خلي بالك هذا الشكل في الحاله دي سفير، عشان بس ما حدش يتلخبط. سفير سفير اهو، خلاص سفير يعني كوره، خلاص. طيب تعال نشوف كده مع بعض كده، دي اسطوانه، دي اسطوانه. اول حاجه هنحلها مره اسطوانه، نحلها مره اسطوانه، ونرجع نحلها مره ثانيه كانها كوره. وموجود هنا فيه اتش انر وتي ما لا نهايه واحد. كلمه اتش واحد دي يعني معناها فيه فلويد ماشي جوه الانبوبه دي، مش كده؟ لو هي سلندر، ولو هي خزان يبقى فيه مائع مليان جوه الكوره اللي موجوده فيها. وفيه اتش بره وتي ما لا نهايه بره، يعني معناها برده فيه كونتراكشن بره، خلاص. وكانت تي واحد دي اكبر من تي ما لا نهايه، تي ما لا نهايه واحد دي اكبر من تي ما لا نهايه اثنين، يعني بالتالي هناك كميه حراره هتمر بهذه الصوره، خلاص. السؤال هو ازاي يا باشمهندس، ازاي يا دكتور احسب كميه الحراره اللي هتتنقل من جوه؟ خلاص انا ما دام عندي مائع جوه هنا هيبقى ليه مقاومه اسمها ار كونفكشن واحد، والجدار ده هيبقى اسمه ار سلندر او ار سير لو هي اسطوانه او كره، وفيه مقاومه برضو ار كونفكشن. تعال نحلها الاول كده، لو هي سلندر هتبقى الار توتال بيساوي ايه؟ ار كونفكشن واحد، وار كونفكشن سلندر، وار ايه؟ كونفكشن كام؟ اثنين. خلاص ار كونفكشن واحد، واحد على اثنين، واحد على الاتش في الايه؟ الايه ده اسمها الايه؟ للمساحه، خلي بالك المساحه بتاع الاسطوانه في الحاله دي 2 باي ار في ال، بس ار هنا ار يا باشمهندس ار اللي لازقه في المائع، المائع ده لازق في انهي ار؟ مش الار دي اللي ار واحد، يبقى اللي هي ار واحد، خلاص كده؟ طيب طب والسلندر، السلندر ثيرمال ريزيستنس بتاعتها اللي هي ام لين اللي فيها لين دي، يبقى لازم نحط القانون بتاع اللين. طب واللي بره يا دكتور واحد على الاتش في الايه، طب الايه كام يا دكتور في الحاله دي؟ يبقى الاريا الملاصقه للهواء ده اللي هي بتاعت ار كام؟ ار 2، ار 2 مش ار 1، اوعى تتلخبط في الحاجات دي ارجوك، خلاص كده؟ طب لو هي سفير بقى تبقى عامله ازاي؟ نفس القانون بالظبط، كونفكشن اهو، كونفكشن وسفير وايه؟ وكونفكشن تاني. الكونفكشن اهي، خلي بالك بقى الاريا اختلفت. الاريا في حاله الاسطوانه، الاريا في حاله الاسطوانه اللي بتنقل الحراره هي بتساوي ايه؟ 2 باي ار في ال، انما في حاله الكوره 4 باي ار تربيع. اوعى تنسى دي ارجوك، اوعى تنسى دي ارجوك، خلاص كده؟ يبقى 4 باي ار تربيع، ودي 4 باي ار تربيع، وده القانون بتاع الثيرمال ريزيستنس في حاله ايه؟ في حاله الاسطوانه، خلاص كده؟ حاله الاسطوانه، خلاص؟ طيب انا عاوز من سيادتك بقى ايه؟ خلاص انا عاوز من سيادتك حاجه حلوه جدا، لو انا عملت تابلوكيت كده بالشكل ده وشلت الكلام ده كده، خلاص؟ اخلي برضو مهندس عبد مهندس بص كده معايا، انت دلوقتي ممكن تقدر تعمل لي جدول حلو جدا، والجدول ده هيكون بهذه الصوره، هذا جدول اهو، خلاص كده؟ خلاص؟ هذا الجدول له ثلاث حالات، والثلاث حالات دول لابد ان سيادتك تكون عارفها، خلاص؟ الجدول الاول الكيس اهو، هنسمي دي الكيس، الكيس بتاعتنا، الكيس بتاعتنا هي عباره عن وول ولا سيلندر؟ سلندر ولا سفير؟ لازم تلخص هذا الجدول وتعمله انت من نفسك. لو هو سلندر يا ترى قيمه المقاومه الكوندكشن ار كوندكشن الكوندكشن كوندكشن عامل ازاي؟ اللي هي ال دي ال على الكيس الايه؟ صح كده ولا لا؟ طب دي يا باشمهندس لا ام لين دي اللي فيها لين، طب دي يا دكتور اللي فيها ايه بقى؟ اللي فيها ار ناقص ار على مش عارف ايه، فاكرين القانون ده؟ يبقى دي لازم تكون عارفها. طب يا دكتور لما تكون في كونفكشن بقى كلهم هي واحد على الاتش في الايه؟ خلاص كده؟ واحد على الاتش في الايه؟ كلهم. بس هنا اهو واحد على الاتش في الايه، صح كده؟ بس الايه هنا بتساوي ايه بقى؟ الجدار هي طول في عرض.
طب هنا يا دكتور بتساوي ايه؟ 2 باي ار في ال. طب هنا يا دكتور 4 باي ار باي ار تربيع. الجدول ده لابد ان سيادتك تعمله، وهذا الجدول بعد ما سيادتك تعمله لابد انك تعرفه وتحفظه صم، لان هو ده مش هتقدر تحل فيه مساله بدون ما تحفظ هذا الجدول. خلاص كده؟ الكلام ده صعب يا شباب؟ لا يا دكتور. لا يا دكتور. طيب جميل جدا. انا خلصت المحاضره، محاضره سريعه بس ان شاء الله يعني تكون استفدتوا مش كده. ولو حد عنده اي اسئله في اي حاجه انا تحت امركم. بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو النظام المترم هيكون ازاي او الامتحان؟ معلش بص، خلي دكتور علي